السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الثلاثاء 25 من شهر رمضان المبارك، سنكون مع الآية الأولى من سورة الإسراء. وما دلالة ختم الآية بعبارة إنه هو السميع البصير؟ وما سبب تقديم السمع على البصر؟ كونوا معنا. لغة وقرآن وعلم يغتنم، فلنبعث الأنوار من رحم الظلم. فالله أخبرنا بنص كتابه في محكم الآيات، علم بالقلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية سنجيب عن سؤال الحلقة السابق، والذي كان: كم هو عدد القراءات الصحيحة للقرآن الكريم وفق ما تواتر عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ والجواب إخوتي الكرام، هناك 10 قراءات صحيحة متواترة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والقراءات الصحيحة المتواترة هي التي تحقق 3 شروط: أن توافق النحو، وأن توافق الرسم العثماني، وأن تصح إسنادا عن الرسول. وهذا ما جمعه ابن الجزري في طيبة النشر بقوله: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه 3 الأركان. والآن إلى موضوع حلقتنا، حادثة الإسراء، حادثة مثبتة في سيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أثبتها القرآن الكريم في سورة الإسراء. يقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وقد أجمع العلماء على أن حادثة الإسراء حدثت للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه يقظة لا مناما. ولو عدنا إلى الآية لوجدنا أنها ختمت بقول الله تعالى: إنه هو السميع البصير. فلماذا اختار الله السمع والبصر ليختم به الآية؟ والآية تدل بشكل عام على قدرة الله، فلماذا لم يقل: إنه هو العلي القدير مثلا، أو إنه على كل شيء قدير، أو إن الله على كل شيء قدير؟ وقد فصل العلماء في ذلك، فقالوا: إن الآية تتضمن معنى القدرة في معانيها ودلالاتها، فلا داعي لذكر القدرة في نهاية الآية، فحاشا للقرآن أن يكون به حشو أو زيادة دون معنى. وقالوا: إن الله عاد للحديث بالإفراد بعد أن تحدث بالجمع بعبارة لنريه من آياتنا بالجمع، فعاد إلى المفرد بإنه هو، وذلك ليؤكد على قدرته وعظمته وتفرده. أما عن سبب ختم الآية بإنه هو السميع البصير، فقال العلماء أن الآية تدل على أن الله يسمع ما يسمعه الرسول ويرى ما يراه الرسول. وقالوا أيضا أن الله أسرى بالرسول ليرى الرسول ويسمع أشياء لم يرها ولم يسمعها الرسول من قبل. وقالوا أيضا إن الله ختم الآية بإنه هو السميع البصير لأن حادثة الإسراء حدثت للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الطائف، وما لاقى هناك من أذى ورفض من أهل الطائف وتعذيب منهم، وكانت حادثة الإسراء تسرية من الله تعالى لرسوله الأعظم بعد تلك الحادثة، وكأن الله يقول للرسول إنه سمع ورأى ما حدث له في الطائف، فكانت هذه الرحلة. ولو وقفنا عند الضمير هو في عبارة إنه هو السميع البصير، فوجود الضمير هو هنا يعني أن الله هو المتفرد بكل شيء، وأن هذه الصفات لا تليق إلا به. وهذا الضمير هنا يسمى في اللغة العربية بضمير الشأن،
وربما نفرد له حلقة خاصة ونتحدث عن دلالته في القرآن الكريم. أما عن سبب تقديم السمع للبصر في الآية، فبداية نذكر بأن القرآن الكريم في أغلب الآيات التي ورد فيها السمع والبصر مقترنين قدم السمع على البصر، ولهذا دلالة فصلها العلماء فقالوا: أولاً، إن السمع من الحواس المقدمة على البصر، لأن السمع هو مناط التكليف وهو سبيل الدعوة والرشاد والهداية، فمن لا يبصر مثلاً يستطيع أن يتعلم وأن يكون عالماً وفقيهاً وأن يتدبر ويعقل، وكثير من العلماء الذين كانوا فاقدي البصر. أما من لا يسمع فتكليفه سيكون صعباً ولن يتدبر ويعقل كما لو كان لا يبصر. ثانياً قالوا: إن من يسمع أقرب إليك ممن يبصرك، فالبصر مجاله مفتوحاً أكثر، فالسمع يعطيك القرب الذي يؤدي إلى الطمأنينة والأمن والسلام. ثالثاً قالوا: إن حادثة الإسراء حدثت ليلاً، وآية الليل هي السمع. ولو تدبرنا قول الله تعالى في سورة القصص لأدركنا هذا المعنى. يقول الله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. فكما نرى أن الله قرن السمع بالليل. هذه بعض النقاط السريعة في موضوع حلقتنا عن سبب تقديم السمع على البصر وعن دلالة استخدام إنه هو السميع البصير في ختام الآية. اللهم اجعلنا ممن يعقل ويتدبر هذا القرآن العظيم. والآن إلى سؤال هذه الحلقة: من هو أول من نطق باللغة العربية من البشر؟ دمتم بخير وعافية، ونحن نودع الشهر الكريم. أتمنى أن يتقبل الله صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. دمتم برعاية الله وحفظه. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.